دعوتك للحوار. وخليني أبدأ معاك. وعلى فكرة قبل ما أبدأ، أنا واحد من المعجبين جدا 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 بأداء مارك كلاتنبرج في الفترة اللي كان متواجد فيها في مصر خلال الفترة السابقة. عايز أبدأ معاك من فترة وجودك هنا الحقيقة في مصر. كل الأندية شهدت بتطور مستوى التحكيم خلال هذه الفترة. كيفية وضع السيستم اللي اشتغلت بيه مع الحكام كرئيس للجنة الحكام في مصر؟ أود أن أشكركم على سماحكم لي أن أتواجد على شاشتكم. هو من الشرف أن أتواجد على شاشة قناة النادي الأهلي. أنا مستعد أن أجيب على كل أسئلتكم. أول ما أتيت إلى مصر كان الأمر مخيبا للآمال حينما غادرت بعد مدة قصيرة في التواجد في مصر. أستطيع أن أقول أن مصر أن حكام المصريين حينما أتيت وجدتهم يصفرون كثيرا داخل الملعب، يقاطعون اللعب كثيرا، يأخذون قرارات بشكل مختلف. فبالتالي كان يجب أن أتدخل، يجب أن أمنحهم الثقة أن يتدخلوا في الوقت المناسب وأن يكون لديهم القدرة البدنية المناسبة لمسايرة المباريات. فبالتالي كان هذا الأسلوب يجب أن يكون بالتنسيق مع كل أعضاء المنظومة. يجب عليهم أن يقللوا الاحتكاك مع اللاعبين، ويجب أن يقللوا التواصل مع الأندية والتواصل مع الجماهير، وهذا يؤثر على تركيزهم. فبالتالي وضعت برامج تعليمية وتثقيفية للحكام، ومن أول الأمور الفنية حتى الملابس الخاصة بالحكام. وأكدت على الحكام أن كل الأندية في الدوري المصري يجب أن تعامل سواسية، وهذا كان أهم شيء أركز عليه مع الحكام. إذا كان هناك حكم مخطئ وبيكرر الأخطاء، هل كان هناك عقاب بالاستبعاد خلال فترة من المباريات؟ كان اسلوب كلاتنبرج في الفتره دي كان عامل ازاي؟ يعني اشرح لنا برضو لما كان بيحصل تكرار للاخطاء كنت بتعمل ايه؟ نعم، في البدايه حينما وصلت كنت مصدوم قليلا ان لا يوجد نظام رادع للحكام المخطئين، ولا يوجد نظام يتماشى مع قوانين الفيفا مع الحكام. فبالتالي لم يتماشى النظام المصري مع النظام التحكيم المصري مع نظام الفيفا. فوجدت بعض الأخطاء الكبيرة المتكررة والتي لا تتناسب مع مستوى الحكام الدوليين. فأكدت على استخدام البرامج التعليمية أولا قبل أن أضع أي عقوبات. حينما وصلت كان يجب على الحكام مراجعة هذه الأنظمة الدولية، ويجب عليهم أن يراجعوا الأخطاء السابقة لكي لا تحدث في فترتي خلال اللجنة التي كنت أرأسها. استطعت أن أتوقف على الكثير من المعايير مع الحكام، وتأكدت أن الحكام، لم أقل أن الحكم يجب على أن يحكم مباراتين أو ثلاث مباريات خلال مدة معينة، هذا كلام قيل عني، ولكن كل حكم لديه الفرصة أن يتواجد، ولديه الفرصة أن يثبت كفاءته. حينما يصنع الحكم خطأ في مباراة ويتكرر هذا الأمر، حينما غادرت مصر في يناير على سبيل المثال، قد وجدت الكثير من الأخطاء للحكام، ووجدت أن اللجنة تعطيه مباريات، وحدث هذا قبل وبعد ما غادرت. أنا لم أكن أفعل ذلك، أنا كنت أوحد المعايير مع كل الحكام. طيب، يعني برضو خلال الفترة اللي أنت حضرتك كنت متواجد فيها، يعني حكم زي مارتشينياك حكم نهائي كأس العالم أدار لقاء مباراة الأهلي وبيراميدز، مباريات الأهلي والزمالك كان فيها حكام أجانب على مستوى عالي،
هل كنت بتجد أي حرج في استقدام حكام أجانب لمثل هذه المباريات من وجهة نظرك طبعا؟ إذا نظرت إلى تاريخي في السعودية في حينما كنت أرأس لجنة الحكام، أنا كنت أستخدم الحكام الأجانب، وكان هذا الأمر كان مشكلة يمثل مشكلة ثقة للحكام السعوديين، وكان هذا قرار اللجنة الحكام والاتحاد السعودي بعدم استخدام الحكام الأجانب. ولكن حينما أتيت مصر وجدت أن الحكام يتفهمون ذلك، وجدت أن بعض الحكام المصريين قادرين على إدارة النهائيات بشكل كبير ويتعلمون من الحكام الأجانب. بالنسبة لي كان لدي العلاقات وكان لدي الاتصالات خارجا، وكان سهلا علي أن أستخدم أفضل حكام في العالم لقيادة المباريات الهامة في الدوري المصري والكأس مصر. ولكن داخل مصر الحكام المصريين أظهروا لي التفهم، وكان يجب علي أن أظهر لهم كيف يكون التحكيم الدولي خلال المباريات الكبيرة، المباريات المهمة. يجب عليهم أن يتخلصوا من خوفهم ويتحلوا بالثقة، وبالفعل استطعت أن أحل هذه المشكلة. طيب، بتحليلك للحالات الجدلية واللي كانت أول مرة تحصل وسماع الجمهور لما يدور بين حكم الساحة وحكم الفيديو، تجربة من وجهة نظرنا طبعا أضافت المزيد من الشفافية والثقة ما بين الحكام أو ما بين رئيس الحكام مارك كلاتنبرج وما بين الأندية وضمان العدالة. هل ده كان جزء من فلسفة مارك كلاتنبرج في التوقيت ده؟ حينما وصلت كان يوجد بعض الأفكار من جانب بعض الحكام أيضا، ولكن كان هناك بعض التخوف من بعض الأندية والقرارات تجاه أندية بعينها. ولكن قلت لهم أن الحكم يجب أن يكون أكثر احترافية وألا يستمع للانتقادات وألا يستمع لشكاوى رؤساء الأندية والجمهور، ويجب عليه أن يتخذ القرار الصحيح حتى لو كان هذا في نظر المتابعين خطأ. ولكني استطعت أن أقوم بهذا القرار لأقف على الأخطاء وأحلل وأن يتحلل الأمر بالمصداقية أمام الجماهير، حتى لا يقول البعض أن بعض الأندية بالتحديد تستفيد من الأخطاء التحكيمية. ولكن كان يجب علي أن أحقق العدالة، أحقق الشفافية في الكرة المصرية. كان هذا أهم أمر يجب أن أحققه خلال فترتي في مصر لكي أصل بالحكام المصريين لأعلى مستويات. مارك، هسألك سؤال مباشر، كيف ترى مستوى التحكيم في مصر ومستوى الحكام المصريين؟ لا أستطيع أن أقول الآن لأني لا أشاهد المباريات بشكل كبير، لكن حينما كنت داخل المنظومة أستطيع أن أقول أنه يوجد الكثير من التطور خلال الستة أشهر التي كنت متواجدا فيها. لا أستطيع أن أحكم على المستوى بعدما غادرت، لأنه يوجد بعض الأشخاص تولوا الأمر، لدي بعض الخلافات القليلة، لكن بالطبع لدينا بعض القرارات التي اختلفنا فيها. البعض لم يتفق معي. طب هو معلش يا مستر كلاتنبرج، هو انت ليه مشيت تحديدا؟ عايزين نعرف مشي ولا تم ابعاده. مشيت ولا تم ابعادك الاستاذ عصام شلتوت اللي بيسال؟ لا، الأمر كان بيد الاتحاد المصري. بعض الحقائق لا أريد أن نناقشها. لا، يوجد بعض الحقائق التي لا أريد أن نناقشها الآن على الهواء. أنا غادرت بمحض إرادتي. أردت أن أستقر في مصر
ولكن الأمر يتعلق بعائلتي أكثر، وجدوا الأمر أكثر صعوبة، كانت الأحوال أو الظروف حولي صعبة، لم أتأقلم كثيرا، وخصوصا مع أطقم مع لجنة التحكيم. كان بعض البعض داخل لجنة التحكيم أراد أن يساعدني بشدة، والبعض الآخر كان يقف ضدي. يوجد بعض الأحوال الكثيرة المختلفة التي لا أستطيع أن أناقشها الآن، ولكن في النهاية أستطيع أن أقول أني كنت أقاتل في جهات مختلفة ولنفسي بالتحديد لأجد الدعم الكافي لي ولعائلتي، ولكن هذا القرار لم أتخذه بشكل لحظي، وإنما فكرت فيه لمدة أسابيع. تواصلت مع مدربين، تواصلت مع أشخاص أعرفهم، استشرت الكثير، لم أجد الأمر سهلا أن أستقر في مصر. حينما تكون معزولا، حينما تكون معزولا عن الجميع حولك، فتجد الأمر صعبا للتواصل وأن يتفهمك الآخرون. أنا بس أول، إحنا مدينين لمستر كراتنبرج باعتذار، خاصة في الجزء اللي قاله ده، إنه تم يعني إيقاف محاولاته لتدشين تحكيم أفضل بكثير. عايز بس نعرف من مستر كراتنبرج إنه هل طلب أي شيء فني ولم تتم الاستجابة؟ والجزء الثاني، كيف يتم اختيار الحكام في أوروبا؟ في حاجة اسمها لاعبة دي اللي بتحصل عندنا ولا إيه بالظبط؟ هو سؤال، لو حد عايز بس سؤال كل واحد عشان طب بس يخلص يجاوب، يخلص يجاوب ونخش على سبيل المثال. انا حينما عملت في اللجنه كان يوجد كثير من الاستقالات، والاجواء لم تكن مستقره. اردت ان احضر بعض المساعدين لي، ولم يتم الموافقه على هذا الطلب من الاتحاد المصري. كان صعبا بالنسبة لي أن أعمل مع المسؤولين الحاليين داخل لجنة التحكيم. أردت أن أطبق مشروعا خاصا بي، ولكن واجهت مقاومة للتغيير، وأيضا وجدت صعوبة لتفهم فلسفتي الخاصة، ولم أستطع أن أتفهم لما هناك بعض الحكام يأخذون مباريات أكثر من الآخرين، وخصوصا وجدت التطور من هؤلاء الحكام. حينما غادرت وجدت أن الحكام الذين استبعدتهم قد عادوا للمباريات مرة أخرى وللمشاركة ولقيادة المباريات، وقد قاموا بالكثير من الأخطاء مرة أخرى، فكان هذا أمرا سيئا. كنت أحاول دوما، كان يوجد الكثير من يحاولون دوما أن يجعلوا حياتي أصعب في مصر من خلال معايشتي مع الحكام، تدريبي للحكام، بعض الصعوبات. ولكن في أوروبا الأمر مختلف تماما. حينما كنت في اليونان، لكل حكم يوجد مدرب للجنة التحكيم، يوجد فلسفة خاصة بهذا المدرب. الناس لم يثقوا في هذه الفلسفة في مصر. بالنسبة لي كان صعبا أن أوصل كل أفكاري للحكام، ولكن بعض الأمور الخاصة كتجربتي مع فقرة الفيديو التحكيمية وبعض الأحداث التي استطعت أن أحسن من مستوى الحكام من خلالها، لا أستطيع أن أحكم على فترة مستر فريرا. بالتالي أستطيع أن أقول أن النتيجة التي أحصل عليها من الجمهور المصري، أستطيع أن أقول أنها إيجابية بالنسبة للفترة الحالية. كابتن ناصر عباس، تفضل. مستر كراتنبرج، برحب بك طبعا، تحياتي لحضرتك. وأنا يمكن كنت متابع جدا للتحكيم من خلال التحليل للتحكيم في قناة النادي الأهلي، ولكن طبعا أنا بحييك في البداية على أنك أنت بدأت بسياسة الثواب والعقاب، وده كان مهم جدا. الحكم اللي كان بيخطئ كنت بتاخد الإجراء ضده، ودي كانت حاجه جميله جدا نتمنى طبعا احنا نشوفها في الفتره اللي جايه. السؤال المهم جدا ان هي فتره التعايش مع الحكام عندنا كانت فتره قليله جدا. من وجهه نظري، هل هي كانت بتسمح لحضرتك انك انت تدي الحكام كل ما عندك من التطوير، سواء كان داخل ميدان اللعب او سواء كان في المحاضرات النظريه؟ لان البعض اشتكى ان
كل الفتره اللي انت كنت حضرتك بتتواجد فيها دي يمكن اثرت بشكل ما على التحكيم، ولكن انا بحييك على اللي حطيت انت المعايير في البدايه، كانت معايير مهمه جدا جدا الكل مشي عليها والكل التزم بيها والكل اهتم بيها. تحكيم مهم جدا، ان الشخصيه التحكيميه لرئيس لجنه الحكام دي كانت متوفره في حضرتك، كنا نتمنى انك انت تكمل، ولكن كانت المشكله قله الفترات اللي انت تتواجد مع الحكام فيها. تاخد تعليق صغير برضو من مستر كلاتر. شكرا لكم على شكرا لك على هذا السؤال. لا استطيع ان اقول ان الوقت كان ذو صله، ولكن الرساله التي اردت ان اوصلها للحكام هي نفس الرساله التي وصلها الفيفا للحكام في جميع الاتحادات المختلفه حول العالم. استطيع ان اقول اني اردت ان اوصل لهم المعلومات من خلال التعليم، من خلال خبرتي. استطيع ان اقول اني استطعت ان اوصل بعض الخبرات للحكام المصريين. ولكن المشكلة أن الناس في مصر لا يستطيعوا أن يتفهموا الظروف التي مررنا بها من خلال كوفيد-19 كورونا. كانت ظروف صعبة والأحداث تتصارع بشكل كبير. مباراة تلو الأخرى، مباراة هنا، مباراة في مكان آخر، يوجد تباعد بين الناس، ولكن هذه لن تكن المشكلة الوحيدة، لكن يوجد الكثير من الناس الذين فقدوا وظائفهم. كنا نمر بفترة صعبة، انظر للبلاد حولك ماذا كان يحدث، ولكن في مصر كنا نشارك ونشاهد المباريات تحدث بشكل كبير، بشكل سريع وفترات قصيرة بين المباريات. لم نستطيع أن نتعايش مع هذا الأمر، وخصوصا التحليل عن طريق الفيديو. لم يستطع كثير من الحكام متابعة هذا النظام. لم نستطع أن نتجمع في القاهرة كثيرا، وكنا نتقابل عن طريق اجتماعات الزوم، وكان عائقا أمامي للتواصل مع الحكام وأن أناقش معهم الأمور الهامة. قد ناقشنا الكثير من الأمور عن طريق الزوم، فكان هذا من الأمور الكبيرة التي لم أستطع أن أوصل كل أفكار الحكام. لم أوصل فلسفتي بشكل كامل. فكان هذا أهم أمر بالنسبة لي. لم أستطع أن أوصل الأمر بشكل مناسب لرئيس الاتحاد والجماهير. الناس لم تتفهم. والميزانية أيضا في الاتحاد لم تكن كبيرة للجنة التحكيم. أردت أن أستخدم الكثير من الأشياء، ولكن الظروف التي مررنا بها كما قلت كانت صعبة. أخيرا قبل بس ما أقفل معاك، ده سؤال شخصي برضو مني مهم جدا. هل لو قلت لك تختار لي ثلاث أسماء من الأسماء الواعدة في التحكيم المصري خلال الفترة اللي أنت كنت متواجد فيها؟ Listen, I don't want to name just three. I think. حسناً، الأمر صعب بالنسبة لي. إذا أردت أن أختار ثلاثة فقط، لديكم حكام دوليين جيدين، وبعض الحكام خارج القائمة الدولية لكن لديهم خبرات كبيرة. وجدنا لهم مباريات جيدة. And Argentina before the World Cup in a friendly. مباراة بين الأرجنتين والإمارات كان يقودها حكم مصري على سبيل المثال. وجدنا أن عصام كان إبراهيم كان قاد مباراة كبيرة ضد نجوم كبار في الأرجنتين مثل ميسي. ولكن ليس لديهم نظام خاص بهم ينطبق مع معايير الفيفا، فبالتالي الأخطاء التي نراها من الحكام المصريين لا أستطيع أن أقول أنهم لا أستطيع أن أقول أن الذنب ذنبهم، ولكن الكثير من التغييرات التي يجب أن تحل على هؤلاء الحكام. اشرح لنا أهم حاجة بقى في الموضوع أو آخر حاجة في الموضوع، يعني روشيتا بسيطة جدا وسريعة جدا.
لتطوير التحكيم في مصر خلال الفترة الجاية من وجهة نظرك طبعا؟ يعني ما هو ينقص الحكام المصريين عشان يبقوا في مصاف الحكام الدوليين The Egyptian referee. أول شيء يجب عليك أن تبدأ من البداية. بالطبع الجميع ينظر إلى مباريات الدوري الممتاز، ولكن يجب عليكم أن تبدأوا من البداية. هذه مشكلة الكثير من البلاد وليس مصر فقط. حينما يبدأ الحكم في مدارس التحكيم، أنا كنت حاضر على اختبارات، أنا على اختبارات الحكام في الإسكندرية في ديسمبر، وجدت أن الحكام يحتاجون لنظام خاص بهم يرشدهم ويعلمهم، وهذا الأمر يتطلب أعواما عديدة من أول الدوريات الأدنى حتى مستوى الدولي. في مصر يجب عليكم أن تصبروا لسنوات لتطوروا الحكام. الأمر ليس فقط على أشخاص معينين، ولكن الأمر كمنظومة. هذا الأمر لا ينبغي أن يحدث في مصر. يجب عليكم أن تحسنوا المستوى بشكل صحيح، وليس فقط الرغبة لتحسين الحكام. يجب عليهم أن تعطوهم الفرصة للتدريب والتعلم فيتطوروا خطوة بخطوة حتى يصلوا لمستوى لأعلى مستوى في الدوري الممتاز. يوجد لديكم الكثير من الحكام، ولكن لنرى حكام على أعلى مستوى لا يوجد الكثير. لديكم 200 حكم تقريبا بمستوى جيد، ولكن يحتاجون الكثير. يوجد بعض الحكام لديهم مباراتين أو ثلاثة مباريات فقط طوال الموسم. هذا أمر صعب، كما هو الحال بالنسبة للاعبي كرة القدم. المشاركة تؤثر على مستوى الحكم. يجب عليكم أن تعطوا الحكام المزيد من المباريات، المزيد من الخبرة، المزيد من الاستمرارية. لديكم حكام كثر في الدوري، وهذا يخلق مشكلة كبيرة إذا لم تعطوا هؤلاء الحكام الفرصة. أستطيع أن أقول أن رؤساء المناطق في مصر أيضا يشتكون من هذه المشكلة. المباريات تدار عن طريق بعض الحكام فقط، ولكن يجب عليكم أن تبدأوا من الأساسيات، من أول ما يبدأ الحكم مهمته. يجب عليها أن يكون حكما متعلما متأسس حتى يصل لأعلى مستوى في الدوري المصري. فالمشكلة باختصار لا يحظى بالفرصة المناسبة للمشاركة، وينقصهم الكثير من التعلم. أوكي كابتن ناصر، بس آخر سؤال بعد إذنك. مستر جاتنبرج، من وجهة نظرك كم عدد الحكام من وجهة نظرك اللي هم يديروا مسابقة الدوري الممتاز؟ يعني الحد الأقصى للحكام كم حكم يقدروا يديروا دوري ممتاز من وجهة نظر حضرتك عشان نديهم الفرصة ان هم يلعبوا بشكل جيد كحكام ميدان وليس حكام مساعدين؟ إذا كان لديكم حوالي 16 فريقا فأنتم تحتاجون بالنسبة لي تحتاجون مزيد من الحكام عما نراه الآن في الدوري الممتاز. لديكم الآن 16 حكم فقط تقريبا نراهم في أعلى مستوى في الكرة المصرية، ولكن يجب علينا أن نرى المزيد من الحكام. 40-50 حكم أستطيع أن أراهم مؤهلين ليقودوا الكثير من المباريات. يجب عليكم أن تستخدموا هؤلاء الحكام لتقيموا مستواهم بشكل جيد. ما رأيته الآن أن يوجد بعض الحكام لديهم الجودة، ولكن لا ينالوا الكثير من المباريات، أو لا ينالوا أي مباريات ليحكموها. أنا بشكرك جدا يا مستر كلاتنبرج على هذه المداخلة، وبشكرك على سعة صدرك وإجابتك لكل هذه الأسئلة. ومن وجهة نظري أن ما قاله مستر كلاتنبرج النهاردة هو إجابات للتاريخ، حاجات أول مرة نسمعها.